السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم هاد الكيك هادي. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي لذيذة وهشيشة مفشفشة، ما كتجيش مدقسة، بمكونات بساط عاديين. انا كنت سبق ليا وحضرت معكم واحد الكيك دايرة بهاد الشكل هذا، يعني صراحة تمسح لي الفيديو داكشي. مهم انا دابا اليوم ما يعني غير بغيت الفيديو ديال هاد الكيك هذا، راه صغير بزاف، غير قلت نبارطاجيه معاكم. اليوم ان شاء الله غنتلاقى انا واختي باش نمشيو نشريو لوليداتنا شي حويجات بمناسبه الدخول المدرسي. كيف ما كتعرفوا خصهم حويجات نقيين، كعارفين الوليدات يعني خص كل عام تشري، ماشي كل عام تشري ليهم، راه الدراري ديما كيتكساو، لكن مع الدخول المدرسي ولا بد ما تاخدي شي حاجه جديده. وقالوا لي كاينين عروض في الكتوبه، في لي كارطاب، في لي تروس، في كاينين في مرجان حي الحسني. انا ان شاء الله اليوم غادي نخرج انا واختي ودرت هاد الكيك هادي. قلت الا مشيت لشي بلاصه انا وياها، شي كافيه ولا شي حاجه، يكون معايا بعدا الدراري ما ياكلوا. ما كنبغيش ناخذ داكشي ديال الزنقه بزاف صراحه، كنحاول نتفاداه. خليكم مع المكونات ديال هاد الكيك، راه كتجي رائعه. بالنسبه لهاد الكيك هادي عندي فيها كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، هنا العبار كاس ديال العنبه، كاس مخلط ما بين زيت وزبده، الزبده تكون ديال العبار، الا ما عندكم جيرو غير الزيت، واحد جوج خمارات من وزن 8 غرام، يعني بجوج كيوزنوا 16 غرام. هنا عندي ثلاثه د الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض الممتاز، عندي فانيا سكر فانيلا، وعندي ربعه البيضات بحراره المطبخ. اجي ناخذ البيض والسكر، هنا الزبده حاولوا تذوبوها مزيان، وغادي ناخذوا ربعه البيضات غادي نطربوهم مع السكر، سكر سنيده، وغنطربوهم مع الفاني سكر الفانيلا، وقبيصه الملح. سمحوا لي ما ذكرتهاش لكم هنايا، ما بينتهاش لكم، ضروري نديروا قبيصه الملح. غنطربوا الخليط مزيان، هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي يجي. بالنسبه للبيض والسكر، كاس ديال السكر والفاني طربتو مزيان لمده تقريبا شي 5 دقائق، خمسة دقائق حتى لستة دقائق، يعني وانتي كتطربي ما كتوقفيش حتى كتحصلي على هذا الخليط هذا. غادي نزيد عليه كاس مخلط ما بين الزيت والزبده وكاس ديال الحليب، وغادي نخلط الدقيق. انا حاولت انني ما نطولش عليكم الفيديو. هنا خديت المول ديالي، مول عادي طويل اولا داير كيف ما عندكم، ودرت فيه الورق ديال الفرن باش ما يلتصقش ليا هاد الكيك هذا. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي بعد ما طيبته على درجه الحراره 180، كنت مشعله غير لتحت، وهذا التزيين كيبقى حسب الاختيار. انا هنا غنزينه كيف ما شفتوا في الفيديو قبل بشويه د العسل واللوز عفوا افيلي، راه كتجي رائعه، وكتجي مفشفشه، وكتجي منفوخه غير بجوج ديال الخمارات. كنتمنى انكم تجربوها. الاهم حاجه والسر ديالها هو انكم تطربوا السكر مع البيض مزيان حتى يتضاعف تيولي الخليط كريمي. هنا فين غتنجح معاكم ان شاء الله الكيك، وكنتمنى ان تكملوا الفيديو كامل. انا جيت هنا لبلاصه الكتوبه. بالنسبه للدفاتر الصراحه اللي باقي ما خداش وليدات الدفاتر، راه دايرين هنايا تخفيضات ناقصين في الكتوبه، المهم كاينين تخفيضات زوينه. كاين تخفيضات في الستيلوات، اللي في الملونات، يعني في أدوات المدرسية كاملة. أنا ديت لكم الفيديو بهذا الشيء لأن الصراحة الأهم والأساس دابا هو الدخول المدرسي ديال الوليدات، يعني كتلقاي اهم حاجه دابا هو هذا الشيء الصراحه. هنا الاغلفه راه دايرين ليهم غير درهم و30 سنتيم،
بالنسبه للاغلفه اللي كيديروا جوج دراهم، يعني الناس اللي عندهم جوج الوليدات ثلاثه الله يحسن العوان وداك الشيء يجي يتقداو من المرجان، راه كاينين تخفيضات زوينين بالنسبه للاغلفه مزيانين، درهم و30 سنتيم كبار وصغار، كاينين بجوج كبار وصغار وعمليين، يعني ماشي كديروا وتقطعوا، عمليين صراحه. كاينين حتى لي كارطابل حتى المحفظات. بالنسبه للوليدات كيبغيو هاد لي موتيف ديال سبايدر مان، بنيتات من تاهم تستاو معايا ميني ماوس. بالنسبه لي تروس تا هما لي صراحه كاين كلشي كلشي، وكلشي فيه تخفيض، من اي حاجه ناقصين منها. انا اليوم ان شاء الله راه خرجت، بغيت نقضي شي حاجه، ناخذ ولدي ساكالينج، ناخذ لي داك تيرموس، يعني سوبيرات ديال اليمونتير، شحال من حاجه. وصراحه عجبوني هاد لي رونجمون، شوفوا هاد لي رونجمون شحال زوينين. بالنسبه اللي ما عندهاش فين دير كتوبه لوليداتها ولا شي حاجه راه زوينين، شوفوا هذا تا هو الثمن ديالو. هذا انا حمقني بزاف، شوفوا شحال داير 290 درهم، كانوا داير لي 443 زوين. اللي كاين بلاصه لي بيغو، بيغو ديال الدراري ديال البنات، تيغوار، كاينين لي رونجمون، كاين بزاف د الحوايج، لي زيتاجير. يعني شوفوا هاد الشكل، هذا تا هو زوين، هذا فين يديروا الكتوبه ديالهم. ايوا ندوزو بلاصه القريعات، شوفوا هاد القرعات شحال زوينين. انا مشيت ديريكتومون لبلو سيال، ايوا اللي عندها البنيتات راه غتاخد لو غوز، هادو فنين دايرين 15 درهم. واش هاد لي بوتي 3 دراهم؟ نو 30 درهم وقيلا. كاينين هاد لي بواط، هادو هما اللي باغا انايا. كيكونوا مقسومين، هنا ديري فيهم لي بات، هنا ديري فيهم شويه الفخويس فرويساك، يعني زوينين. كيديروا 10 دراهم زوينين الصراحه، 10 دراهم مزيانين. كاينين هادو ثلاثة كيديرو 22 قول 23 درهم، عمليين، بلاستيك ديالهم مزيان. كاينين هادو ديال لي صابون، نسبة الصابونية، هادو ديال الصابون إكيد تاهما زوينين، دايرين 15 درهم. هاد القريعات ديال الما، شوفوا هادو دايرين 25 درهم. وهنا فين كاينين لي ساكالينج أو ساكاغوتي، تما الأثمنة فيهم زوينين، كلشي فيه تخفيض، يعني كلشي راه فيه تخفيض. أنا خاص ولدي شي واحد، المهم هاد الشي صراحة علاش خرجت اليوم، باش ناخد شي حاجة ليا وشي حاجة لوليداتي.
كاينين هاد الشوربات دايرين 99 درهم، فيها لي كولور، انا الصراحة عجبني خزي لولدي شحال اللي ما خديت لي هاد اللوين هذا، عجبتني هذه ب 99 ب 100 درهم دو بياس. وهادو بيجاما 79 فنين صراحة غزالين يحمقوا. هادي 3 بياس 199، كانت دايره 249، زوينه فيها الكري والبلو مارين. هادي ب 59 حتى هي واعره زوينه غزاله ب 59 درهم، كاينين كل حاجه والثمن ديالها. هادو 139، كاينين هادو بلي شوميز ديال الجين ديال الوليدات بجوج 129، وكاينين هاد سيغفيت صراحة التوب ديالهم زوين، هاد لي بالغين 100 درهم، تما غزالين. كيفما كاين هاد السيغفيتات كيحمقو ب 109 درهم، فيهم لي كولور. شوف هادو ب 89، او هادو خطيرين، هادو فنين دايرين 179. هاد لي سيغفات تاهوما كاينين البنات عرفتو مقطنين، ديال البرد صراحة دابا عاملين فنين عجبوني. وكاينين مبرة بيجامات وليدات صغار، بيجامات دايرين 76. ودابا مع الدخول المدرسي كيف ما كتعرفوا خصنا نكسي وليداتنا وداك الشيء، كاينين هاد تريكوات هادو دايرين 49 درهم، هاد 89، يعني كل حاجه والثمن ديالها زوينين. هادو كول مونتي 79، فيهم لي كولور. كاينين هاد البيل فيست كيحمقوني انا، كيعجبوني في الوليدات الصراحه، كيجيوني كلاس هاد لي بيل فيست 119. كاين اثمنه مناسبه واثمنه شويه طالعه على حساب. كاين لي جين وهادو ديال البنات شوفوا هذا شحال غزال بالنسبه للبنات 129 درهم، قول 2600 ريال. يبغى تكسي بنتها ولا الدخول المدرسي ولا كاينين حويجات فنيين صراحه غزالين. غندوزو شويه للحوايج اللي كيموتوا عليهم العيالات، هاد لي كلوشا غاتو هادو انا في كنديروا الحلوى اولا الكيك،
هما فيهم الزول. هذا ب 119 درهم. شوفوا كيفاش داير غزال صراحة، تبارك الله ثقيل. ما قديتش نهزو ولكن غزالين. شوفوا 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 هذه شحال كتحمق. كاين هذا البريزونطوار دو زيتاج كيف ما كنقولوا حنا الفراقة. بريزونطوار دو زيتاج فنين، شحال دايرين؟ 149 درهم، 3000 ريال، ولكن راه بان ليا الزاج ديالهم كريستال زوينين. هادو 69، 89، 69، 69. وكيف ما كتعرفوا هاد لي بلاطو، لا بلاطو او سيرفيس فخوماج اللي ولا دابا متداول، على اللي ولا دابا طوندونس. هاد لي بلاطو هادو كيقدموا فيهم في الفطور فخوماج اولا اي حاجه. صراحة هادشي زوين، انا كان عاجبني خديت منه شي حاجة، شي حاجة مازال خاصاني بحال هادي حمقاتني. هاد البلونش هادي قرادات فيها ثلاثة ب 89 درهم فنين، يعني خشبات زوين. هاد كلي سوليد حتى هو خطير، هذا زوين. هاد كلي سوليد كين ديال أركان، دير 64 درهم. راكم كتعرفوا تاني فيا واعرة، نيفيا زوينة. هنا هادي كيديروها هكا غير بالنسبة للناس اللي دايرين لاكارت من خارطين. هاد هيمالايا هيربال غسول دايرين فيه جوج ب 66 درهم. كاين ديال الليمون، ديال العرقسوس، هنا لوريال. انا لوريال صراحه باقي عندي داكشي ديالها. السلام عليكم ورحمة الله احبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا جيت من الخرجة ديالي، شريت شي حويجات زوينين صراحة. كنت يعني في الفيديو في الفلوغ اللي كنت دايرة اليوم، كنت ناوية انني ندير فلوغ زوين ونشارك معكم المحلات، ونشارك معكم واحد المحل دير سولد خطير، يعني بزاف الحوايج. ولكن قدر الله وما شاء فعل، سالاو لي انا الفلوس اللي عندي، عندي شي بركه في البنكة، قلت غادي نمشي نتيري شي حاجه من بالكارت كيشي. ولكن اش غنقول لكم الصراحه، اللي دابا في هاد الوقيته هادي اللي عنده شي بسطام ولا شي تليفون ولا شي حاجه ما تفلتهاش من ايديها ولا تخبيها في شي بلاصه اللي ما نقولش لكم، ورا الله معانا. ولكن انا راه انفو بغيت نخشي لاكارت، وقف واحد خينه بقى حاضيني 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 لدرجة اش غنقول لكم، تابعني على ود التليفون، تابعني شافني خرج شي بركة ديال الفلوس بقى تابعني. ما نقولش لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الوقت هادي والله ما بقات كتعجب، يعني الصراحة الانسان يحضي راسو بزاف بزاف. انا كنت بانبارطاجي معكم بزاف د الحوايج، ولكن صافي راني خبيت التليفون ديالي ما جبدتوش. وليت غدا مخلوعة، جارة وليداتي ومخلوعة، غدا معايا اختي مسكينة، ولات واحد الرعب شدنا وحق الله. ولكن راه تابعنا تقريبا الناس ديال الفحل الحسني، راه كيعرفو تما مزيان، تابعنا من مرجان ديال الفحل الحسني حتى لشارع افغانستان، يعني حدا بلاصة السوق وداكشي. ما تفرقش معانا وغادي تابعني تابعني، لا اله الا محمد رسول الله. يعني داك النهار عشت واحد الرعب، يعني الله يحفظنا وصافي.
المهم كما كتشوفوا، سمحوا لي طولت عليكم، انا بغيت نبارطاجي معكم اليوم شنو الحويجات اللي خديتها، حويجات بسيط اللي بغيت نشارك معكم. هما صراحه كاينين سيرفيطات خطيرين في مرجان، يعني واحد البرومو واعر بزاف، يعني اللي غيشوف الفيديو ديالي كنتمنى انكم تمشيو وتسارعوا باش تقداو منه فيه داك الشيء فن. انا خديت لولدي عنده 6 سنين، قول 7 سنين، خديت له هاد السيرفات هادي، راه فيها سولت، هي دو بياس، السروال فيه الباندا كيف ما كتشوفوا زوينه. هادي خديتها الكتكوت زايد صغيور، حتى هادي هادي دايره 60 درهم فنه، عرفتي التوب ديالو، التوب ديالها عفوا زوين وحق الله صراحه عجبتني بزاف. شنو خديت عاوتاني، خديت هاد البودي هذا التريكو الساد، الا ودها كان دراسه خفيف هذا، وخديت هاد السيرفات هادي كيف ما كتشوفوا، خديتها السروال وديالو، خديتها الزيت، يعني كاين حويجات فنين صراحه، كاين حويجات واعرين في مرجان. وخديت ليه هاد السروال هذا باش يبدل ديال السيرفات، وانايا مشيت للحي الحسني، راه كنت باغا نبارطاجي معكم واحد المحل زوين وداكشي الصراحه، قلت لك كيف ما قلت لكم ما قدرتش نجيب التليفون ديالي نهائيا. المهم خديت هاد البيجامه هادي، انا كيف ما كتعرفوا كنبيع ونشري في بيجامات صراحه، كنعرف لا كاليتي ديال البيجامه، كنعرف التأتمينة كلشي، ولكن قلت غدا غدا نشريها علاش لا. هاد البيجامه هادي، هادي مبرصات هيني، هما اللي خارجين دابا بالسروال ديالها. وخديت جوج بيجامات اخرين صدقت بيعاهم، عجبو واحد السيده صاحبتي وشراتهم من عندي عجبوها. بالمناسبه غنشارك معكم واحد الحويجات خديتهم لولادي، خديت ليهم من بات بات وشيئين وهاي بوبي، اللي كيعرفوا هاد لي سيت هادو كيتقداو منهم. المهم انا شريت ليهم منهم، خديت لسعد هاد السروال هذا، المهم ديال الجين عاجبني هاد السيل هذا، نحيدو منهم الشهوه صافي. خديت له هاد السبادري هادي، عرفتي هادي راه خفيفه، لو كانت تكون وحدايا دابا وتهزوها تشوفوا الخفه ديالها. هاد السبادري خديتها من شيئين، وخديت هاد الدودون هادي، هادشي لسعد. صراحة زيد عنده شوية حويجات ولكن خديت ليه توا شوية باش مبقاش فيه الحال. سعد اللي مع الدخول المدرسي راك عارفين الوليدات كيخصهم يشريو الحوايج، وداكشي اللي كان عنده صغار عليه. وهاد خديت هاد السيرفات هادي حتى هي لسعد، شوفوا كيفاش دايره هذا السروال، هذه القبيه ديالو، حتى هي خديتها من بات بات، وخديت له هاد لاشوميز هادي بالقب، صراحه لا كاليتي ديال الثوب عندهم زوينه، هادي سخونه بالنسبه للبرد، وحتى تجين الثوب ديالو واعر. وما نساوش زيد كيف ما كنقول الكتكوت ديالي الصغير الفلوس، خديت لي هاد السيرفات هادي عجباتني ما شاء الله، جاتو غزاله ما شاء الله، كيف ما يعني شفتها في التصويره كيف ما يعني مباشره، عفوا سمحوا لي ندور لكم. هادي خديتها من هاي بوبي، شنو بقى لي مازال غادي. وخديت لي هاد القرعه ديال الماء، وخديت لي شي سوبيرات بالنسبه للكوتي، خديت ليه ساك لانج، وخديت ليه كارطابل انا نشارك معكم. قلت لكم خديت لي هاد الكارطابل هادي، هاد الكارطابل تروبيس بهاد ساك لانج او ساك كوتي وبلا تخوص ديالها، كارطابل عملية صحيحة، وهذا ديال انوكس،
ايوا بغيت عفوا نقول لكم يا المشاهدين، كنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو ديالي كامل، وما تنساوش بارطاجيو مع احبابكم حويجات زوينين، وراه عندي في القناه حويجات زوينين واقتصاديين وساهلين، وكنتمنى انكم تدعموني، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يخلي لينا وليداتنا، والسلام عليكم. ودابا يا حبايبي غادي نحضر معكم واحد البيتزا، بيتزا رائعه بصلصه بيضاء كتجي زوينه بزاف. غنحتاجو فيها واحد 250 غرام ديال الدقيق ابيض، نص كاس ديال الدقيق الصلب او الفينو، معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال السكر سنيدا، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، واحد ربع معلقه ديال الملحه، ونص كاس ديال زيت البلديه او زيت العود. غادي ناخذ هاد المكونات كامله، غادي ناخذ بعدا النواشف، غادي نخلطهم في واحد الاناء، صدقوني راه كتجي رائعه كيف ما شفتوا معايا هنايا. غادي ناخذ النواشف غادي نخلطوهم بايدينا، عاد غادي نضيف عليه الماء وغنجمع غير بصبيعاتي، الماء يكون بارد، ومن الافضل ما يكونش داك البارد من الروبيني ولا فهم، يكون يعني داك الدافي اللي جاي البروديه، او ديروه بالماء بارد. المهم ما ندلكوهاش هاد البيتزا، هادي راه ما كندلكهاش وكتجي فحال البيتزا ديال المحلات، بيتزا هات كناخذوها باثمنه باهظه. دابا غتحضروها في الدار، راه ساهله بزاف، ومن هنيت كتبدلوا شويه من الصلصه، صلصه الطماطم يعني بيتزا العاديه راه غادي الحاجه كنديروها مره مره، كان شويه كتبغي تبدلي وصافي. انا اقترحت عليكم هاد البيتزا بصلصه البيضاء. غادي نجمع الخليط مزيان كيف ما شفتوا معايا، راه واخا تبان لكم العجينه كتلصق في اليد ماشي مشكل، يعني نخلطوها غير في شي اناء، ولا تقدروا تخلطوها في قصريه في اي حاجه، هي ما كنعطيوهاش التليك. وغادي نضيف عليها هذاك نص كاس ديال الزيت البلديه، ندخل فيها هذاك الزيت مزيان، غادي نجمعها وغادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغنخليها ترتاح تقريبا لمدة ربع ساعة. كيف ما شفتوا معايا راه ما كندلكش، غير كندخل داك الزيت في العجين، واخا تبان لكم كتلصق ما تخافوش منها، راه ملي غادي تخمر لينا وداكشي ما غاديش تبقى تلصق لينا. هنايا من بعد ما خلينا العجين ديالنا عجين بيتزا خمرات، شوفوا كيفاش كتولي، غادي نهزوها وغادي نحطوها لوجه، غادي نحطوه فوق الدقيق الفينو،
يعني راه هكا باش كتصدق معاكم. الا جاتكم العجينه قاصحه راه ما كتجيش بحال البيتزا ديال المحلات. غادي نحطها فوق هاد الفينو وغادي ندوزو باش ناخدو المكونات ديال الحشوه باش غادي نصوبو صلصه بيضاء. هنا راه بانت لكم لصقات ليا في يديا، ولكن صافي راه ملي غادي كيف ما كنقولوا حنا كطوع العجينه ما غتبقاش تلصق. وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج القمرون او الكروفيت، هنايا كتغسلاه ومنقياه وتحطه في الثلاجه بما انه الحال سخون. حطها في الثلاجه. غادي ناخذ جوج فصوص اولا ثلاثه دروس ديال الثومه، ضروري الثومه غادي نحتاجوها في هذه البيتزا هذه باش نسوطيو فيها الكروفيت. وعندي ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال الزبده مزيانه، وعندي كاس ديال الحليب، وعندي معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض. سمحوا لي راه ما صورتهاش، كنعتذر منكم. مع شويه ديال ستريس وداكشي جيت عيانه. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذوا هذا بالنسبه للحليب والزبده، راه غنديروهم في والدقيق غنصوبوا به صلصه بيضاء. شوفوا العجينه كيفاش كتولي، شوفوا معايا، شوفوا قلت لكم صافي ملي كتطلق العجينه ما كتبقاش تلصق في اليد. ناخذوا واحد المقله، اي حاجه كنصوطيو فيها غنديروا فيها الثومه والزيت البلديه، وغادي نخليو ديك الثومه تطلق النسمه ديالها. عاد غادي نضيفوا ليها الكروفيت، ديجا نقيناه غسلناه مزيان، وغادي نبقاو نصوطيو فيه، نديو نجيبو فيه، نديو نجيبو حتى يتحمر لينا، ياخذ داك اللون، ما يطيبش بزاف لانه ديجا غيدخل الفران مازال مع الفرماج، والكروفيت ما كيبغيش يطيب بزاف بزاف. هنايا غادي نستمر في التحراك حتى يبان لي الكروفيت طاب. كيف ما شفتوا معايا صدقوني راه كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه، المذاق ديالها يعني زوين 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 الصراحه، ما غتندموش عليها الا جربتوها. حتى وليداتكم واي واحد ذاقها عندكم غادي تعجبو. ولا عندكم صدر ديال الدجاج اولا الكفته اولا اي حاجه يمكن لكم تضيفوها. انا هنا كان متوفر عندي الكروفيت راه درتو، يعني ماشي بالضروره ديروه نتوما، يعني اي حاجه موجوده عندكم. هنا غادي نزول غنحيد الكروفيت من المقله، وغادي نخلي ديك الزويته اللي تقلى فيها. كيف ما شفتوا معايا هنايا راه حيدنا الكروفيت وخلينا ديك الزويته اللي تقلى فيها، ضفنا لها معلقه ديال الدقيق الابيض ومعلقه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نستمروا في التحراك مزيان مزيان. غادي نحركوها حتى تذوب لينا الزبده وتنسجم لينا هاد العناصر كامله. وانا درت هاد الطريقه ديال انني خليت ديك الزويته باش يعطي المذاق ديال الكروفيت في هاد الصلصه البيضاء، وغادي يجي المذاق ديالها خطير. كنجربها راه كتجي رائعه بزاف، وكنتمنى منكم حتى نتوما تجربوها. كيف ما شفتوا انا كنحرك، يعني ما تحبسوش باش ما تلصقش ليكم، ما تحبسوش من التحراك. غادي نضيفو كاس ديال الحليب على هذاك الدقيق والزبده وهذاك الزويته اللي بقات لينا من الكروفيت اللي صطينا فيها الكروفيت. غنضيفو كاس ديال الحليب وغادي نكملو التخلاط بالفوي باش ما يبقى لينا حتى شي كويرات ديال الدقيق اولا شي حاجه. شوفوا معايا الصلصه كيفاش كتجي، كتجي رائعه. شوفوا هنايا بدات كتعقد وكملنا التخلاط
بالفوي باش ما كيبقاوش لكم هذوك الكويرات. سمحوا لي شويه تصدع الوليدات وداك الشيء الله يصلحهم. هادشي راه ما غير ما كنخليش الصوت ديال الفيديو في الاول، كان يعني كنقول حتى من بعد يعني نس الدراري ونمونطي ساعه كنلقاهم فايقين كيزيدوا برص دكتور الله يحفظهم. ساكن شوفوا معايا عرفتي واحد الريحه طالعه من هاد لاصوص هادي خطيره بزاف صدقوني غتعجبكم غتعجبكم وما غتبقاوش تستغناو عليها غتبقاو ديما تجربوها. هنا غادي ناخد العجين اللي خليته يطوع غادي نقرصو صفيحة الفرن هنايا راه كرستو في اللاطة كندير ايدي فيها شوية زويتة وكنبقى نقرص وكنخلي الجناب شوية طالعين باش تجيني على شكل بيتزاهات بيتزا المحلات. ما تخافوش منها بقاو تقرصو فيها كيف ما شفتو من الوسط راه كتجي رقيقة شوية لكن الجناب كنحاول نخلي السمك ديالهم غليظ شوية باش تجيني فحال بيتزا ديال المحلات. صدقوني راه كتجي بحالها تماما. وعاد كناخدوها باثمنه شويه طالعه احسن العوان كل واحد من الاحسن يصوبها في الدار ديالو نتفاداو ديك الماكله الزنقه وداك الشيء. راه حنا ما عاملينش حنا ما داخلينش معاهم لبلاصه الكوزينه باش غنشوفوهم باش كيطيبوا ولا شنو كيديروا الله يحسن العوان. يعني الانسان يصوب هادشي في الدار يعني على قد المستطاع قدر يصوب ما قدرش ماشي مشكل. حنا هنا غير كنبارطاجيو معاكم الافكار ديالنا وداكشي. يعني هاد البيتزا هادي انا كنقول مع راسي يعني قليل الاكثريه غتكون كتعجبو البيتزا عاديه. هنا كناخد الصلصه البيضاء كندهنها فوق العجين بعد ما تقبتو بالفرشات كنتقبوه مزيان مزيان وكندهنو بلاصوص. كيف ما قلت لكم راه الاغلبيه كتعجبو ولكن البيتزا العاديه ولكن الا جربتو هذه صدقوني ما غاديش اتحمقوا عليها كتجي لذيذه والمذاق ديالها بوحدو. غادي ندهنو مزيان وغادي نوزع عليها هذاك القمرون. سمحوا لي هنايا راه ما بغاش يوقف ليا كنورك على التليفون ما بغاش يتحبس باش نسرع لكم الفيديو. سمحوا لي بزاف طولت عليكم وغادي نعاودو نتقبو شويه بالفرشات باش ما تنفخش لينا وغادي نوزعو عليها الكروفيت. حاولت انني نوقف الفيديو نقص منه ولكن سمحوا لي ما بغاش هنايا راه درت الكروفات وغادي ندير الفرماج. انا مخلطه الفرماج موتزاريلا وفرماج احمر يعني اي فرماج متوفر عندكم ممكن لكم ديروه. انا اهم حاجه ويعني اهم حاجه هي بيتزا بصلصه بيضاء يعني بيتزا بلا صوص بلونش هذا هو الاساس ديال البيتزا هذه. يعني باش غديروها كفته صدر الدجاج ديروها باي حاجه طون باي حاجه داكشي كيبقى اختيار ديالكم. هنا غادي ندخلها الفران طيب على درجه الحراره 170 لان لاباط كيف ما شفتوا معايا راه ما طيبتهاش قبل يعني كندخلها بكل شيء وكنشعلوا عليها غير لتحت كنخليوها تطيب ومن بعد كنشعلوا من الفوق باش يدوب لينا داك الفخوماج. هنا غادي ندردرو عليها شويه الزعتر محكوك سخناه وحكيناه من قبل وغادي ندخلوها طيب ونخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال البيتزا. كيف ما شفتوا معايا احبابي هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا. راه كتجي هشيشه كتجي هشيشه وفي نفس الوقت الجناب ديالها مقرمشين وكيجي المذاق ديالها رائع. ما تنساوش انكم تجربوها وتخليوا لي تعليق ولايك وتبارطاجيوها مع احبابكم في فيديو قادم ان شاء الله.